دكتور يمكن في مقولة دائما يقولونها، ناقل الكفر ليس بكافر، فدائما الاقتصاديين لما يجيبون أخبار سيئة يحصلون شوية هجوم. صحيح، ترى من تقول حق الناس ترى عندنا عجز وعندنا ترى مشاكل اقتصادية ما يصدقونك، حتى لو هو مو شرط يفهم الكلام، يعني يمكن هو ما يدري ان انت اللي قاعد تقوله ضده او يعني ضد مصلحته او مع مصلحته، هو مو فاهم الكلام يعلق بطريقة معينة لانه الإعلام تقريباً مختطف بشكل أو بآخر. صار في نوع من الإرهاب الفكري، إذا أنت ضدي يعني أنت مو زين، يعني أنت محسوب على مثلاً ناس معينين أو جهة معينة. لما نقول ترى والله الحل 1 2 3 4، جيب المواطن لا يمس. أنا ما أكتب وايد عن جيب المواطن، أنا اللي كتبت المواضيع اللي أي ما أكتب، لأن ما أشوف إنه لمعنى الحين، مو وقته، في عندك أكثر من خطوة لازم تتخذ قبلها. وبعدين لازم يصير في عدالة اجتماعية بأي برنامج إصلاحي، يعني ما أساوي الشخص الغني بالشخص اللي مدخوله متوسط أو بالشخص اللي مدخوله محدود. الشعب ما تلومه ترى إذا أنت قلت والله بس بسوي بأخذ من جيبكم، ها؟ و راح يقول لك زين، والفساد والهدر وكذا، خرعته. يعني الحكومة بطريقتها وبتصريحاتها وبالبيانات المضللة اللي تظهرها أصبحت كأنها خصم للمواطن، وفي نفس الوقت تخلي النواب اللي الحكومة تبيهم ينجحون في المجلس هم اللي يمثلون المطالبات الشعبية، وبالتالي صارت خصم، وهذا خطأ. في رأيي أن هناك عوامل أساسية تأثر على مدى تقبل الشعب حق الآراء المتخصصين. أولها في أزمة ثقة بالحكومة بسبب انتشار الفساد المالي والإداري. ثانيا غياب الشفافية في بعض الأمور المالية ونقص بيانات. ثالثا تقصير من وزارة المالية في الظهور الإعلامي. ورابعا أشوف أن في قلة وعي بين الناس في الأمور المالية والاقتصادية. والأمر الخامس الحين التعليم النظامي عندنا بالجامعة في المعاهد، احنا ما ندرس أمور المالية العامة ولا التحاسب بين الاحتياطيات العامة والأجيال، فالتعليم النظامي ما يغطي هذه الأمور. وسادسا عندنا غياب مهنية وموضوعية لبعض المؤثرين ووسائل الإعلام. الرجال الدولة هم يقودون الشارع، أعضاء مجلس هم المفروض يقودون الشارع، مو شارع يقودهم. سهل ترى والله بقول لكم بعطيكم فلوس وبزيد معاشاتكم وكذا. المتكسبين يعني يضايقونكم في توصيل الرسالة. أنا يضايقوني وايد جدا، لأن أنا أحاول أبسط معلومات فنية قدر الإمكان وأوصلها للمواطن البسيط. بس المتكسبين هذول يخربون كل الشغل اللي تسويه. أنا رسالتي للشعب الكويتي إنه لازم يعني نسمع كلام المختصين. كلام المختصين في أي أمر. إذا أنت مريض تروح عند طبيب مختص، كذلك إذا عندنا مشكلة اقتصادية يجب أن نسمع إلى كلام المختصين والحلول اللي يطرحونها. بالنهاية مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، لازم الواحد يتقصى الحقائق وعلى هالأساس يكون رأيه. لو عندك ما عندك فساد، صفر فساد، وقضيت على جميع أوجه الهدر في الميزانية، راح يظل عندك مشاكل. ما في وقت، يعني هذا الجدال ما عندنا خيار ان احنا نقعد نتجادل ونقول والله على البيانات الحقائق الأساسية للوضع الاقتصادي الناس قاعد تتجادل عليها، في عجز ولا ما في عجز. الوضع المالي للدولة قوي، الوضع الإداري في الدولة لهذه الوضع المالي القوي سيء، لأن فعلا احنا الآن على المحك اخوي، على المحك، ومستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة ترى يعتمد على الأفعال التي سنعملها الآن، والوضع لا يتحمل أي تأخير.